الكمباريزون الاخر سيدي هي الانيكواليتي. تقريبا بحال الايكواليتي غير هو السيمبول اللي كنخدموا به كنخدموا بالاكسكلاميشن مارك ولا هذيك البوان دانتيروغاسيون. اوكي مزيان، اشنو عندنا في هذا الانيكواليتي؟ كنسميوه الانيكواليتي كومباريزون. اول حاجه نقراو هنا بالانكلي، بالنسبه للكومباريزون الاولى عندنا تشيك اف ذا نمبرز ار انيكوال، كنشوفوا واش هاد لي نومبر عندنا ما كيتساووش. مزيان، دونك عندي ثاني باينري اوبريشن فيها جوج ديال الاوبرانز، واحد على اليسار واحد على اليمين، عندي 45 اللي هي نومبر وعندي 45 الاخرى اللي حتى هي نومبر، دونك عندي جوج ديال لي نومبر. بار كونتر درت واحد اكسلاميشن مارك وايغال اللي كتعني بغيت ندير الانيكواليتي واش ما كيتساووش، ماشي واش كيتساوو، واش ما كيتساووش. دونك واش 45 ما كتساويش 45؟ لا، 45 ما كتساوي 45. دونك 45 واش ما كتساويش 45؟ شنو غادي تبشوا لنا؟ تبشوا لنا فولس، خطا. دونك هاد العمليه 45 راه كتساوي 45. دونك الا درت انا الانيكواليتي كتعني بانها غتبشوا لنا فولس، لان لا كيسيون كيف ما قلت لكم واش 45 ما كتساويش 45؟ لا، لا بالنسبه لنا هي فولس. اوكي غادي نشوفوا الانيكواليتي الثانيه، زادت لينا ايغال وحده، قلنا الا تزادت ايغال وحده كنزيدوا واحد الكوش واحد اخر، واحد الكومباريزون واحد اخر اللي هي ديال لو تيب. يعني شنو غادي نديروا هنايا؟ غادي نشيكوا اول حاجه واش 45 اللي هو لو نومبر هنايا كيساوي هاد 45. دونك هذا هو التشيك الاول، دونك الكومباريزون الاولى كنكومباريو فيها واش هاد 45 كتساوي 45. ما عندناش مشكله في لو تيب في الكومباريزون الاولى، يعني اون فوا نديروا اكسكلاميشن مارك وايغال وحده ما عندناش مشكله في لو تيب. 45 واش ما كتساويش 45؟ فولس، لان 45 راه كتساوي 45. دونك الاولى غادي تبشوا لنا الكومباريزون الاولى غادي تبشوا لنا فولس. هنا ما عندناش كومباريزون وحده، راه عندنا كومباريزون وحده اخرى اللي هي ايكوال، كيف ما قلنا هنا اوف دون هاف ذا سيم تايب. دونك هنا غادي نتشيكيو حتى التيب. دونك الاولى باش شفنا لي فولس بقات لي الثانيه. الثانيه سيدي اش فيها؟ الثانيه غادي نتشيكيو لو تيب. 45 اللي على اليسار اللي هي نمبر، واش ما عندهاش لو ميم تيب ديال 45 اللي على اليمين؟ اه ترو، غتبان لنا هاد الكومباريزون ترو. علاش؟ لانهم ما عندهمش لو ميم تيب، 45 اللي على اليسار ما عندهاش لو ميم تيب اللي على اليمين. دونك شنو عندنا هنا في هاد الكومباريزون بجوج؟ عندنا واحد الفولز وعندنا واحد ترو. كيف ما قلنا هنا اور، غنخدمو باور. دونك فولز اور ترو غادي تبان لنا شنو؟ غادي تبشوني لنا ترو، لان كيف ما قلنا في اللوجيكال اور الا كانت ترو وحده اوتوماتيكمون الكومباريزون كتبشوني لنا ترو. يعني كيف ما قلنا هنايا عندنا كومباريزون فيها جوج ديال لي فيلتر ولا فيها جوج ديال لي بار، الاولى كتشيكي واش هاد الاوبرانس بجوج كيتساوو، والثانيه كتشيكي واش لو تيب ديال هادي اللي على اليسار عنده لو ميم تيب ديال هادي اللي على اليمين. باش نتشيكو دابا الانيكواليتي وغادي نبداو باللولة اللي ماشي ستريكت اللي فيها اكسكلاميشن مارك وحده وفيها ايغال. اشنو كيطرا فيها؟ تشيك اف ذا فاليوز ار انيكوال، اللي كتعني بانه غادي نتشيكو جوج ديال لي بار في واحد الاوبريشن ديالنا غنشوفو واش متساوين واش ما متساوينش ولا لا. دونك غندير واحد الكونسول لوغ هنا 44 واش ما كتساويش 44 وعطاتني فولز. علاش؟ لانه اصلا 44 راها كتساوي 44، ماشي مشكل نقدر نبدل كاع لو تيب وتعطيني فولز، لانه فهاد الشيك ملي كندير اكسكلاميشن مارك وحده وايغال وحده ما كيتشيكيش لو تيب، كيتشيكي غير الفاليوز. اي الكويشن هنايا في البروغرام ديالي شنو كنقول ليه؟ واش 44 ما كتساويش 44؟ قال لي لا لا نورمالمون هي فولز. اوكي الا بغيت هاد الكويشن هنايا تبان لي فولز ولا تبان لي ترو اوتوماتيكمون غادي نعطيها 22 ولا شي فالور وحده اخرى اللي ما كتساويش 44. كيف ما كتشوفوا غنشوفوا نات لي ترو، نقدر كاع نبدل التيب ديالها وديما غادي تبقى ترو. اوكي سالينا دابا مع الانيكواليتي الاولى اللي فيها اكسكلاميشن مارك وحده وايكوال اللي هي ماشي ستريكت، غادي نخدموا على الثاني اللي هي ستريكت. اوكي نحيد هادشي كامل، عندي مثلا اكسكلاميشن مارك وحده وجوج ايكال، هاد اكسكلاميشن مارك وحده وجوج ايكال هي ستريكت، يعني انيكواليتي اللي ستريكت. غنبداو بعدا اول ستيب فيها شنو كيطرا؟ كتشيكي تشيك اف ذا فاليوز ار انيكوال، والتست الثاني فيها تشيك ذا تايب of the values if it is unequal. دونك الاول كنتشيكو فيه الفاليو والثاني كنتشيكو فيه التيب. دونك الا مشيت هنا وديت واحد الكونسول لوغ 44 واش ما كتساويش 44؟ هذه الاولى الكويشن الاولى، ولكن اف كنزيد ايغال راه كنسول حتى على لو تيب، غندير هنايا مثلا واحد 44. مزيان
عشونات اللي تشوفوا. علاش؟ اول حاجه كيف ما قلنا كنتشيكيو لو تشيب. دونك اول ايطاب بالنسبه لنا ولا هاد الايطاب ان اشنو فيها؟ كونسول لوغ غنديو هنا واش 44 ما كتساويش 44. اشنو عشونات ليا؟ عشونات ليا فولس. اوكي هذه البار الاولى ولا ستيب الاولى. ستيب الثانيه سيدي شنو فيها؟ واش تشيب ديال 44 ما كيساويش تشيب ديال 44. اوكي قال لي تشوفوا لانه بصح راه ما كيتساووش هذه فاليو وهذه سترينغ. سوري غنزيد واحد تايب اوف هنايا. دونك تايب اوف 44 راه ما كيتساواش مع تايب اوف ديال هذا 44 لان هذه نمبر وهذه سترينغ. دونك لو تشيب ديالهم ماشي فحال فحال. يعني هنا شنو عندي؟ عندي وحده باش تبنات لي فولس اللي هي ستيب الاولى وعندي ستيب الثانيه باش تبنات لي تشوفوا. غير هو هنا ما كنخدموش بالاند لوجيك كنخدموا بالاور. علاش باش تبنات لي تشوفوا؟ غادي نشوفوا علاش. دونك عندي فولس or true لان الكويشن هي شنايه؟ check if the values are unequal. check لي اخويا واش هاد لي فالور ما مساويينش ما عندهمش نفس لا فالور اور ولا. من بعد ستيب ثاني شنو كدوز؟ check the type of the values if it is unequal. دونك check لي في الاول اسيدي value باش تكون false اور check لي التيب حتى هي هذه باش تكون true. false or true كتشوفوا لنا تشوفوا ولا حاولنا نديكومبوزيوها كاع اكثر ونبينوها. دونك غادي نشد هادشي كامل وغادي نكوبيه. اوكي وغنزيد واحد الاور وغندير هاد التايب اوف حتى هي غادي نكوبيها. دونك كتشوفوا لنا ليا شو يعني هاد السينتاكس هذا راه هو هذا غير هو هنايا راه سامبليفيه.